برعاية مؤسسة الملوان الوقفية. لبيك غفار الذنوب لبيك. تفصلنا عليه أقل منكم من 10 ساعات. جميل. الذكر في 10 ذي الحجة والذكر في أيام الحج يعني تكرر كثيرا في القرآن الكريم، وأمر الله به سبحانه وتعالى، بل هي يعني هي من أظهر العبادات التي تكون في 10 ذي الحجة وكذلك في الحج. فالله تعالى قال: واذكروا الله في أيام معدودات، وقال في قضية النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أيام التشريق: أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. نعم. فتردد قضية الذكر، وردت في النصوص كثيرة جدا، والذكر في الأيام المعلومات، والذكر عند ذبح الأضاحي، والذكر يوم عرفة ويوم العشر والتلبية ويوم العيد وأيام التشريق وأيام التشريق، كلها وردت. ولهذا يعني جاء في القرآن الكريم 3 آيات كلها تتكلم عن الذكر، حتى عند قضاء المناسك قال تعالى: عند انتهاء المناسك فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فقضية الذكر هي أظهر، ولهذا كانت منى تضج بالتكبير والتلبية في يوم عرفة ويوم التروية ويوم العيد وأيام التشريق، كلها تضج بالتكبير، فهي عبادة عظيمة، لكن لا يحرمها، لا يعني يتركها إلا محروم، لأن العبادات سبحان الله هي أسهل العبادات. ولذلك من فرط في الذكر إنما هو لتفريطه. قد الإنسان يعجز عن الحج، يعجز عن قيام الليل، يعجز عن الصيام، لكن الذكر من أسهل، يستطيعه القائم والقاعد، الصغير والكبير، الصحيح والمريض، صحيح. فهي عبادة عظيمة. نعم. كان السلف يتحدث